وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد. مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث. مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب للفقراء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. على امتداد الوطن السليم، مساء الخير من وطن يا وطن. جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن. فتحياتنا لكم أينما كنتم ومن أين كنتم تستمعون إلينا أو تتابعونا، سواء عبر الراديو، عبر التلفزيون أو على صفحات التواصل الاجتماعي. في الإعداد والتقديم معكم لؤي وزوز، في الهندسة عبد الله الخطيب، وفي الإخراج الإذاعي أمجد العربي. إلى أبرز العناوين لهذا اليوم. وزارة الصحة تعلن استشهاد الشاب عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل بعد إصابته برصاص الاحتلال على مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وقفات إسنادية للأسرى في المحافظات الفلسطينية، وقوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم قسم 22 في سجن عوفر واعتدت على عدد من الأسرى. مستوطنون يشقون طريقا عبر أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تنفيذ مخطط استيطاني لإقامة متنزه على أراضي المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة. 19 وفاة بفيروس كورونا و836 إصابة جديدة لهذا اليوم.
محكمة الاحتلال العليا تقبل جزئيا استئناف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأكدت عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البت النهائي في ملكية الأرض في الحي أو التوصل إلى تسوية. وإلى تفاصيل النشرة الإخبارية. قبلت محكمة الاحتلال العليا اليوم الثلاثاء جزئياً استئناف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأكدت عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البت النهائي في ملكية الأرض التي قالت إنها متنازع عليها من وجهة نظرهم في الحي أو التوصل إلى تسوية. قررت المحكمة أن أهالي حي الشيخ جراح سيبقون في العقارات التي يسكنون فيها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي الفلسطيني. طبعا هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة. هذا القرار يعني أن المحكمة قبلت جزئياً الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جراح وعلقت إجراءات طردهم من منازلهم. ممثلون عن القوى والفصائل ومؤسسات الأسرى وذوي الأسرى وأعضاء من الحركات الطلابية شاركوا اليوم في مسيرات جابت شوارع المدن الفلسطينية تنديداً بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى. رفع المشاركون خلال هذه المظاهرات صوراً للأسرى ورددوا شعارات تنادي بحريتهم وتندد باعتداءات وإجراءات إدارة سجون الاحتلال التي طالت مختلف السجون. اليوم أيضاً اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم 22 في سجن عوفر واعتدت على عدد من الأسرى. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن وحدات القمع اقتحمت السجن أو القسم 22 واندلعت مواجهات عنيفة بين الأسرى والسجانين. ينضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيله المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم والحرية والكرامة لأسرانا، أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. يعني بداية في تفاصيل الاعتداء اليوم أو في تفاصيل الاقتحام لقسم 22 في سجن عوفر. نعم، يعني هذا الاقتحام حصل الظهيرة هذا اليوم ويأتي في سياق تصعيد إدارة مصلحة السجون هجمتها واستهدافها لأسرانا البواسل داخل السجون. هذا القسم يضم نحو 160 أسيرا من أصل نحو 900 أسير في منطقة تجزون في أقسام سجن عوفر، وكانت وحدات القمع ذاتها قد أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على اقتحام عدة أقسام في معطفة ريمون وفي معطفة النفحة وفي مجدو أيضا. وبالتالي هذا التصعيد يأتي بقرارات سياسية، بقرارات من قيادة إدارة مصلحة السجون ومسؤوليها بهدف نيل من عزيمة وإرادة الأسرى ومحاولة لكسر شوكتهم وللتمثيل بهم بشكل واضح. نعم. ودفعهم نحو اليأس والأحباط والتراجع عن الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى دفاعا عن حقوقهم وشروط اعتقالهم لإعادتها إلى ما كانت عليه والتصدي لكل هذه الهجمات. نعم، يعني اليوم شهدت عدة مدن فلسطينية فعاليات مساندة للأسرى، حول أهمية هذه الفعاليات وأيضا ضرورة استمرارها. بالتأكيد، يعني استمرارية الفعاليات والجهد الشعبي والمؤسسات والرسمي أيضا والقوى السياسية والنقابية والنشطاء مسألة في غاية الأهمية، لأنها تؤكد من جهة على التفاف واحتضان شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لقضايا أسرانا، وأن شعبنا لا يمكن أن يترك أسراه وحيدين في مواجهة السجن والسجان الإسرائيلي. بالإضافة إلى ما يشكله ذلك من ضغط على الاحتلال واستقطاب للرأي العام الدولي ولفت الانتباه على طبيعة وجسامة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أسرانا بشكل غير قانوني. وهي تأكيد من جهة أخرى
على أن قضية الأسرى هي حاضرة في العقل الجماعي الفلسطيني لدى كل المستويات الشعبية والقيادية. لماذا يعني يصعد الاحتلال هذه الأيام في انتهاكاته ضد الأسرى؟ يعني اليوم كان في قمع للأسرى في سجن عوفر، وأيضا الأيام السابقة كمان شهدت يعني انتهاكات متزايدة ومتصاعدة بحق الأسرى. نعم، يعني هذا التصعيد هو يتم وفق تصريحات إدارة السجون بأنه بناء تعليمات من المستوى السياسي لديهم، وهذا يرتكز على اللجان التي شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية في جلبوع في أيلول من العام الماضي، ووفقا لتوصيات أيضا لجنة إردان لعام 2018، وهذه الخطوات أخذت أشكال عديدة ومن ضمنها العودة لزيادة سياسة العزل الانفرادي وتقليص المدة الزمنية المتاحة لخروج الأسرى للساحات الخارجية الفورة وتقليص الأعداد المسموح بها، وهذا من شأنه أن يمس بعصب الحياة الاعتقالية اليومية من حيث تفاعل الأسرى اجتماعيا بعضهم ببعض، وأيضا المساس بإمكانية الاستفادة الثقافية والتربوية والتعليمية وتبادلها ما بين الأسرى في مختلف الغرف والأقسام في ذات السجن أو في ذات القسم ذاته، عدا عن أنه يحد من قدرة وحرية الأسرى في ممارسة الأنشطة الرياضية والتربوية الأخرى في ساحات الفورة، وهذا ما يدفع الأسرى إلى إغلاق الأقسام وإلى التمرد على الفحص الأمني وإعادة وجبات الطعام كما حصل هذا اليوم بالإضراب المفتوح عن الطعام ليوم واحد. نعم، يعني هذه جملة من الإجراءات العقابية التي يعني تتخذها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى. هل صحيح يعني أن إدارة مصلحة السجون تراجعت عن بعض الإجراءات العقابية بحق الأسرى؟ الآن لا نستطيع القول بأنها قد تراجعت، هي تراجعت في بعض الإجراءات فيما يتعلق في معتقل عوفر قبل بضعة أيام، ولكن هذا اليوم عندما أقدمت على اقتحام قسم 22 ونكلت بالأسرى واعتدت عليهم وحصلت مواجهات واشتباكات، هذا مؤشر واضح بأنهم هم يحاولون الاستفراد تارة في عوفر وتارة في مجدو أو في نفحة أو في عسقلان بهذه السجون بشكل متباين، ولكن الهدف الأساس منها هو تشتيت جهود الحركة الأسيرة ومحاولة التأثير على وحدة الموقف الذي تتخذه الحركة الأسيرة من خلال لجنة الطوارئ الوطنية العليا التي تدير دفة الأمور حاليا في التصدي لهذه الانتهاكات الدسمة. حول برنامج الهيئة والفعاليات للأيام القادمة مع الأسرى. نعم، البرنامج هو برنامج مفتوح وهو دعوة مفتوحة لكل أبناء شعبنا بكل المؤسسات والفعاليات والقوى السياسية والقطاعات المختلفة والطلبة والقطاعات العمالية والنسوية أيضا بضرورة الانتصار للأسرى وتنظيم المبادرات والانطلاق بها بفعاليات مختلفة سواء كان على شكل محاضرات أو ندوات أو خلال وقفات إسنادية أو مسيرات أو تظاهرات على نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال أو بإطلاق المبادرات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي كانت جزء منها هذا اليوم في خلال التغريد على هاشتاج قرارنا حرية انتصارا لنضال الأسرى ونضال المعتقلين الإداريين في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه، شكرا جزيلا. إلى الخليل، حيث أصيب عدد من المواطنين بينهم مصور صحفي خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة. المصور الصحفي عبد المحسن شلالدة أصيب برصاصة مطاطية خلال هذه المواجهات، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب أيضا عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع. طبعا هذه المواجهات التي جرت اليوم في الخليل عقبت يعني المسيرات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال احتجاجا على الإجراءات العقابية بحقهم.
حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم اليوم على أسيرين من بلدة رمانة غرب جنين بالسجن لعامين ونصف وغرامة مالية. ذكر نادي الأسير في جنين أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسيرين رجاء أسعد أبو قياس بالسجن عامين ونصف ومعين محمد عمور بالسجن عامين وفرضت غرامة مالية بحقهما تقدر ب4000 شيكل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت اليوم أيضا على تنفيذ مخطط استيطاني لإقامة متنزه على أراضي المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة وفقا لما تناولته وسائل إعلام لهذا اليوم. بحسب الإعلام العبري الأراضي المستهدفة تقع على مقربة من المقبرة اليوسفية شمال شرق السور المحيط بالبلدة القديمة. وفي سياق متصل شق مستوطنون أيضا اليوم طريقا عبر أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل. وجرف مستوطنو تيلم المقامة على أراضي المواطنين في البلدة المذكورة بحماية قوات الاحتلال جرفوا أراضي في منطقة مراح سلمان وواد المربع بهدف شق طريق استيطانية باتجاه المستوطنة. ينضم إلينا السيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك. يعني بداية كيف تفسر يعني تزايد النشاط الاستيطاني هذه الأيام سواء في القدس أو في الخليل؟ لا، القدس لها برنامج خاص، يعني القدس لها برنامج خاص للقدس عام 2050. البرنامج واضح تماما، تم تخصيص في البداية 1 مليار شيكل من أجل إقامة مدى تحتية وتوسيع الشوارع وإقامة أنفاق وجسور وسكك حديدية وأيضا إقامة مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية. الوضع بالنسبة لمدينة القدس واضح تماما أن هذه القدس عاصمة لدولة واحدة غير قابلة للتقسيم، السيادة واحدة، سيادة إسرائيلية، ليس للعرب الوجود في هذه المنطقة. العرب عبارة عن مجموعة أقليات. هذا بالنسبة لمدينة القدس. أما داخل الضفة الغربية، طبعا الضفة الغربية وخاصة في المناطق القريبة من الخط الأخضر، يعني أدورة وتيلم في منطقة الخليل التي تقع إلى الغرب، شمال غرب الخليل، التي تصل إلى منطقة ترقومية ثم بيت جبريل في 48 دير نخاس، وهي قرية دمرة في 48. إذن هذه المنطقة يجب أن نقيم خط استيطاني يطلق عليه خط 35، شارع 35. يعني شارع 35 الذي يبدأ من داخل إسرائيل ثم مرورا في هذه المنطقة تحت حلحول إلى البحر ميت. هذا الشوارع هي جزء من أمر عسكر رقم 50 للطرق الصادر في 83، الذي يقضي بإقامة طول شوارع طولية وعرضية. يعني تقسيم الضفة الغربية إلى كتل صغيرة محاطة بمستوطنات ومحاطة بشوارع ببنية تحتية كاملة متكاملة. وبالتالي أنا لا أفاجأ أن المستوطنين قاموا بفتح شارع أو الدولة قامت بفتح شارع. يعني ما يقام الآن من شارع منطقة جوش أتسيون باتجاه قاطع عن بيت أمر، هذا الشارع وتجاوز مخيم العروب، هذا شارع وضع في عام 1983، طبعا يتم تنفيذه الآن ضمن المخطط الواضح تماما بأن دولة فلسطينية غير موجودة في هذه المنطقة. نعم. طيب بالعودة إلى أراضي المقبرة اليوسفية في القدس، ذكرت وسائل الإعلام أن هناك مخطط صادقت عليه سلطات الاحتلال بإقامة يعني مخطط استيطاني جديد، إقامة متنزه على أراضي المقبرة اليوسفية، فيما ذكرت أيضا وسائل إعلام عبرية بأنها محاذية للمقبرة. حول هذه المقبرة وحول هذا المخطط، طبعا نرجع هنا، يعني لما لازم نتكلم اليوم بدنا نرجع للخلف. هذا مخطط وضع في عام 1900 وقبل 48، اللي هو كان مشروع هنري كيندل حول مدينة القدس أو حول الأسوار، اللي هي جعل هذه المنطقة حول الأسوار منطقة خضراء ويمنع البناء على حول الأسوار ب70 متر وعدم الارتفاع الأبنية فوق الأسوار. يعني بمعنى أن البلدة القديمة تكون حول
حولها مناطق خضراء. جاءت الحكومة الأردنية في عام 1948، طبعا في جزء منها تم توسيع وإقامة مناطق خضراء مثل باب الزاهي وباب العمود، هذه المنطقة. الآن في المنطقة اليوسفية في الحكومة الأردنية في عام 1966 تم مصادرة هذه الأرض وتم تسجيل هذه الأرض باسم أمانة القدس. يعني فجاءت الحكومة الإسرائيلية وقالت هذه أراضي أمانة القدس ونحن الورثين لأمانة القدس. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية أنه في عام 1968 إسرائيل جاءت في قانون أو في أمر المخطط الهيكلي رقم عين ميم 6 اللي هو حول الأسوار مناطق خضراء ومتنزهات. طبعا في تلك الفترة كان هذه القضية المتنزهات برضه هي استمرار لل 48. ثم جاء مخطط عين ميم 9 في عام 1976 اللي هو وسع هذه المناطق. الآن هذه القضية ليست قضية متنزهات ومناطق خضراء، القضية عدم وجود أبنية أو شيء يتعلق بهذه المنطقة حول الأسوار برؤية توراتية إسرائيلية بأسطورة إسرائيلية. يعني ما تم الإعلان عنه في قضية اليوسفية وما تم الإعلان قبل أيام بالحديقة اللي 470 دونم أم عفوا 270 دونم في جبل الزيتون هي تندرج في إطار هذا الذي تكلمنا عنه. نعم، يعني هذه المنطقة ماذا يشمل المخطط عندما يعني عند الحديث عن متنزه، ماذا يشمل هذا المخطط؟ هي مساحتها 4 دونم تقريبا اللي هي حديقة منطقة خضراء متنزهات، يعني هو متنزهات لكن الحقيقة ليست متنزهات، هي عمليا إبعاد أي شيء يلتصق بالأسوار وفي نفس الوقت أيضا السيطرة البلدية على هذه المنطقة، لأنه إذا الأوقاف الإسلامية سيطرت شيء وإذا البلدية سيطرت على هذه المنطقة شيء، لأنه بالقرب من هذه المنطقة أيضا كان هنالك سوق أثري يطلق عليه سوق الجمعة اللي كانت فيه تأتي في يوم الجمعة يأتي الناس ويبيعون الحيوانات، وكان جزء من التراث المقدسي. بالثمانينات تم إزالته واليوم أيضا تم مصادرته لصالح هذا المتنزه بمعنى توسيعه. ما بين السور وما بين الشارع الرئيسي اللي يؤدي إلى أريحة قديما هذه المنطقة يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي يستخدمون قضية الحداخل القومية المتنزهات ما يتعلق بهذا الموضوع للسيطرة على الأرض. ما يجري الآن في القدس هو عملية اختلاع وجود فلسطيني وإحلال إسرائيل. الإحلال الإسرائيلي يكون بالسكن، بالبؤر الاستيطانية، بالمتنزهات، بالحدائق، هذه كله سيطرة إسرائيلية. كيف من الممكن يعني التصدي لمخططات الاستيطان للاحتلال يعني سواء في القدس أو في مناطق الضفة الغربية؟ الجانب الإسرائيلي كما ذكرت لديه مخطط، يعني أنت اليوم بتتكلم عن مليون مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية وضع بال79. ما تكلم به أو ما تكلمت به قبل قليل كان هو عبارة عن مشاريع قديمة، لكن نحن كفلسطينيين ماذا فعلنا؟ هي لم نفعل شيء، يعني لم نضع استراتيجية باتجاه أن هذه الشوارع الاتفاقية، بل بالعكس تمام بعام 1990 أوقفنا كل هذا المشروع في المشاريع اللي هي مشاريع الأمر العسكري 50 طرق. عندما جاءت السلطة الفلسطينية من أجل إعادة الانتشار بدأوا يستخدموا هذا القانون وفتحوا كل الشوارع في الداخل الضفة الغربية بحجة الشوارع الالتفافية إعادة الانتشار وغير ذلك. في داخل مدينة القدس أيضا المشاريع هي قديمة وليست جديدة، يعني نقرأها، لكن ماذا فعلنا؟ لم نفعل شيء، وضع مخطط باتجاه هذا الموضوع. ما هي أوراق القوة معنا؟ ما هي أوراق القوة التي أوراق القوة عندك عندما تقرأ الآخر يجب أن تضع استراتيجية، إذا لم تضع استراتيجية أنت ليس لديك قوة. نحن ليس لدينا استراتيجية باتجاه مدينة القدس وليس حتى في داخل الضفة الغربية. نحن الآن عبارة عن ردات فعل، ندين نستنكر وكفى المؤمنين شر القتال. هذه الإشكالية بالضفة الغربية، هل أريد أن أقيم دولة فلسطينية؟ إذا أردت أن أقيم دولة فلسطينية إذن يجب أن أقام بنى تحتية تزويد حتى التجمعات الفلسطينية في أي مكان بالكهرباء بالمياه. لماذا البؤر الاستيطانية اليوم تزود بالمياه والكهرباء وكل سبل العيش؟ إذن هذا كانت استراتيجية. ما حدث في الخان الأحمر هذه تجربة لنا أننا نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة، يعني ما حدث في الحديدية والفارسية وكل التجمعات الفلسطينية الموجودة في الأغوار لم نفعل لها شيء غير ردات الفعل. ما حدث في الخل الأحمر يجب أن تسحب على هذه المشاريع. ما يسحب الآن في منطقة ليتا
في جبل صبيح هذا موجود جزء من سياسي، يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة، لأنه إذا سكتنا الجانب الآخر سيحتل ويخسر في نظام الواقع. بينما يعني لندمر برنامج، إذا كان لدينا برنامج، إذا كان لدينا سياسة مستقبلية أعتقد سننجح. في القدس لازم يكون لدينا برنامج صحي اجتماعي اقتصادي، وليس القدس العاصمة وكفى، وهذه هي اختيارنا. يعني سبل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في التجمعات يعني التي ذكرتها، يعني معظم هذه الأراضي مصنفة جيم المحاذية للمستوطنات، يعني يمنع الاحتلال تقديم الكهرباء ويمنع تقديم الماء للأهالي. في عندك الطاقة الشمسية، في عندك أخرى تانية موجودة، في عندك دعم بالمياه على سبيل المثال اللي هي جرارات المياه، في أبار تجميع المياه في فترة الشتاء. يعني في إمكانيات، أنت يعني في الجولان عندما تذهب للجولان سلخوا كل مياه الجولان. ماذا فعل أهل الجولان؟ سووا براميل شو اسمه أو ما نسميها خزانات مياه بالحديد، وبهذه يجمعوا المياه ويسقوا أشجارهم وحافظوا على أراضيهم بالزراعة. يعني هذه بدك يعني بالجنوب، يعني عندما تذهب إلى منطقة التواني ومنطقة الجنوب وأم الخير ورجمة خشمة درج في الجنوب، في مناطق يطا وفي مناطق السموع وفي كل هذه المناطق، هذه منطقة خالية. هذه التجمعات الفلسطينية الموجودة هناك إذا لم أدعمها، طبعا العايش في المغر في هربة المنازل وفي رجم المدفع وكل هذه المناطق اللي نتكلم فيها، حتى عرب الرمادين وعرب وصنع الجابري في منطقة جنوب في أقصى جنوب غرب الخليل، هذه المنطقة لازم ندعمها بكل شيء، لأنه هؤلاء المواطنين ما دام موجود على الأرض إذا لدى الجانب الإسرائيلي لا يستطيع أن ينفذ عليها. هل ترى أن هناك تقصير؟ منطقة ألف أنا ما بطلع على الملان جيب ألف، هذا فلسطيني ندعمه. هل هناك تقصير رسمي وشعبي تجاه يعني هذه المناطق؟ هل بتشوف هناك تقصير؟ لكن هذا التقصير هل هو نتيجة عدم وجود برنامج أو أنه فيش قلة ما في اليد يعني؟ لكن إذا أردت أن تنشئ دولة لك تنشئها من الصفر. يعني عندما أقيمت الدولة العبرية بال 48 هي لم تقم بال 48، كانت أول المستعمرات الإسرائيلية أقيمت في القدس عام 1860. يعني قبل قيام الدولة كانوا الجانب الآخر يشغل ببنى تحتية، إقام الجامعة العبرية بال25، أقاموا المؤسسات الصهيونية. إذن يجب أن أتعلم من الآخر من أجل إقامة دولتي. دولتي إذا أردت أن أقيم دولة بدي أبدأ من الصفر، لكن ضمن استراتيجية واضحة. هل في أموال؟ إذا كان في أموال على الأقل دعمها بشكل تدريجي وبشكل ممنهج. ما في أموال على الأقل بترك الناس الشعبيين أو القطاع خاص، أو خلينا ليس القطاع الخاص، العائلات تقوم بواجبها بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك السيد خليل التفكتشي، خبير شؤون الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، شكرا جزيلا. رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي قال إن دائرة شؤون اللاجئين تبذل جهودا كبيرة من خلال التنسيق مع الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لوضع حد لهجرة اللاجئين من المخيمات الفلسطينية. أوضح أبو هولي خلال كلمته الافتتاحية للندوة الدولية بعنوان الهجرة غير النظامية في الوطن العربي التي ينظمها مركز جامعة الدول العربية بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أوضح أبو هولي بأن طبيعة الهجرة الفلسطينية تختلف عن باقي دول المشرق لأنها هجرة قسرية، فهي من أقدم الهجرات القسرية التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة وأطولها عالمياً من حيث عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين. أصيب عشرات المواطنين اليوم بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. قالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة أطلقت
خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم. هذا تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق وأيضا جرى علاجهم ميدانيا. إلى الأخبار العربية والدولية لهذا اليوم ونذهب إلى روسيا وأوكرانيا. الدفاع الروسي تعلن عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا. وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة ازدادت الهجمات الإعلامية على مؤسسات الدولة الروسية أضعافا، ومن بينها تهديدات بالقتل ترسل عبر الهاتف إلى مواطنين روس وبلاغات هاتفية عن تفخيخ مدارس ورياض أطفال ومحطات قطار وغيرها من منشآت المرافق العامة. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث عبر الهاتف الوضع في أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أكد الأخير حق روسيا في ضمان أمنها الوطني. وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن بوتين وآل نهيان بحثا خلال المكالمة القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي، وأنهما قيما عاليا مستوى التعامل بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها. أيضا أشار إلى أهمية العمل المشترك البناء ضمن إطار المنظمات الدولية وفي المقام الأول للأمم المتحدة. أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يقول إن الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا وهي التي حرضت في هذا الاتجاه. كلمة له قال حسن نصر الله إن الدول الغربية تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر، لافتا إلى أن مواقف الغرب حاليا تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية. أضاف نصر الله العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء وهو يصمت أمام الارتكابات الأمريكية، معتبرا أن العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء وهو يصمت أمام ذلك. وصل أكثر من 377 ألف لاجئ إلى بولندا قادمين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية. عن ذلك أعلن في تويتر حرس الحدود البولندي أعلن في تويتر وأيضا أفاد حرس الحدود البولندي بأن أفراد حرس الحدود منذ فبراير سمحوا بمرور أكثر من 377 ألف شخص فروا من أوكرانيا التي مزقتها الحرب عند المعابر الحدودية مع البلاد. القوات الروسية تواصل في اليوم السادس للحرب سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى دون أن يسجل تغيير دراماتيكي كبير على مجريات الحرب. وبالتزامن مع المعارك والحشود العسكرية الروسية الضخمة التي تقترب من كييف، كانت انطلقت مفاوضات بين طرفي الصراع في بيلاروسيا، في حين عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بناء على قرار مجلس الأمن. سجلت اشتباكات متقطعة في المناطق الشمالية أيضا في العاصمة الأوكرانية. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يعلن منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدرنيل وفقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس. كان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع كل من روسيا وأيضا أوكرانيا. قال في الوقت ذاته إن تركيا ستنفذ ميثاقا دوليا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حسب ما ذكرت لأسوشيتد بريس. إلى هنا مستمعينا متابعينا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من مساء الخير يا وطن. هذه تحيات طاقم العمل لكم مجددا، كان معكم من الإعداد والتقديم لؤي وزوز ومن الهندسة الإذاعية عبدالله الخطيب، من الإخراج الإذاعي أمجد العربيد. إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين.